تحية موجهة لمصلحة المياه والمجاري. اليوم الساعة 6 الصباح وانا رايح الدوام فتحت الباب، حصلت فيه فتحة بسيطة في الأرض يطلع منها موية. كلمت المصلحة وقالوا لي اوكي، طمنوني ودسموا شنبي وكل شيء، قالوا بنجيكم. على العموم اعطيت خبر العمارة راعي الفيلا، قلت له ترى الوضع كذا 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 وعشان يتابع الموضوع. الساعة 12 الظهر اتصلت مكالمة من جاري في العمارة، قال الوضع كما هو، لسه ما صار شيء، ما جو حقين الأمانة، والحين شكلهم جو. الحين الساعة 4:30 تقريبا او 5:15 بعد نهاية الدوام، والوضع زي ما هو. اللهم انهم جو افتح الفتحة وعرفوا محل المشكلة، بس وانا سوى شيء فيها ان الماية زي ما تشوفون تمشي للحين، عشان اوضح لكم الصورة اكثر. الماية الحين تمشي والدنيا غرقانة، ولكنه صاير شيء في المنطقة. الماية الضايعة هذه على حساب مين؟ الله اعلم. حرام والله، حرام، الماية قاعد تضيع والعالم. بس المشكلة انهم عرفوا محل المشكلة، ولا تحرك شيء ولا تغير شيء في الموضوع. اللهم وسعوا الفتحة عشان يطلع الماية بسرعة اكثر. الظاهر حسبنا الله ونعم الوكيل. حساب والله حرام، ناس تتمنى هالماية هذه، والعالم هنا مسكرين علينا وخلي الماية قاعد تهدر بالطريقة هذه. شكر حار لمصلحة المياه والمجاري، يلا على الأقل في حمام استفادت. شوف الماية شلون قاعد تطلع من تحت، تقرب أكثر أفضل. الكلام هذا تكله من تحت طبقة الزفلت المحطوطة اللي مكسروها، الشيء الوحيد اللي سووه انهم كسروها وخلوا الماي تطلع بشكل اكثر، بدل ما هي بس تطلع بشكل بسيط زي ما شفت اليوم الصباح. انا